أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الفلسطيني رائد يوسف القطناني. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نكون في جولة مع رحاب القصيد. لا أدري ما عدد القتلى اليوم في بغداد وفي ليل الشام، لا أدري كم أصبح في وطني الدامي عدد الأيتام، لا أعلم يا وجهاء الحزن ببيت عزاء عروبتنا، لا أعلم يا وجهاء الحزن ببيت عزاء عروبتنا كم عدد المدعوين إلى مأدبة الموت على شرف الإسلام. أقصى ما أدريه أن الموت بأسياف ذوي القربى ألف كريه، فرسان قبائلنا في سوق عقاظ يتباهون بحرب الإخوة، ما زالوا منشغلين بإلقاء قصائدهم عن كل ثغور الروم وعن كل خطوط النار. وشيوخ قبائلنا مختلفون على ألوان عمائمهم، منهمكون بإعداد ولائمهم ليقال لهم كرماء بشهرة حاتمهم. فرشوا لغريم الأمة قلب الدار، آه لو يعلم فرسان قبائلنا المقتتلين كم تبكي في الليل عليهم من أعماق القلب فلسطين، كم تبكي في الليل عليهم من أعماق القلب فلسطين. بعد أن عدنا من جولة رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة مع الكتاب وفقرة هذا كتابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي أصدقائي أينما كنتم. هذا ديوان الأندلس عشق لا ينتهي، وبالفعل فعشق الأندلس لا ينتهي، كيف لا وقد مكث الأجداد المسلمون في شبه الجزيرة الأيبيرية ما يزيد على 8 قرون من الحضارة والثقافة والمجد والازدهار. هذا الديوان يحتوي على مجموعة من القصائد الشعرية التي كتبتها للأندلس، والتي تترجم ما يجول في خاطري من محبة وعشق وتاريخ لتلك الحقبة الإسلامية لدولة الإسلام في الأندلس. فهنالك قصائد لقرطبة عاصمة الخلافة الأموية، قصائد لغرناطة، قصائد لملقة التي تسمى أندلس الأردن، والتي كان جند الأردن قد نزلوها بعد أن تمت الفتوحات الإسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية. هذا الديوان يحتوي على العز والمجد والسؤدد الذي قضاه المسلمون في تلك الحقبة، الجامعات، المعاهد، جميع ما تحصل لدولة الإسلام في الأندلس من ازدهارات ومن انتصارات ومن ثقافات متنوعة في ذلك الزمان، مرورا بسقوط دولة الإسلام في الأندلس وما تبع تلك الحقبة بعد سقوط غرناطة من المأساة الحقيقية للشعوب الإسلامية بما كان يسمى بمحاكم التفتيش. هذا الديوان أشواق أندلسية، أشواق قرطبية، أشواق غرناطية. أجل، أعشق الأندلس وسأبقى أعشقها إلى إخوتي وأحبتي في جميع دول الوطن العربي وخاصة المغرب العربي. هذا الديوان موجود أيضا، رابطه
على صفحتي على الفيسبوك. أتمنى لكم قراءة ومطالعة ممتعة، وسأقرأ منه أيضا بضعة أبيات من قصيدة أشواق غرناطية. أقول: غرناطة الغراء عمت صباحا، وتضاحكت فيك الوجوه صباحا، وتعانقت ذكراك مع مجد مضى، والدمع من عينيك هل وساحا، ما جاد ربعك من عهاد صيب، فغدا هنيئا مربعا سحاحا، فسقى ربى الحمراء شوقا وابل أروى رياضا أزهرت وبطاحا، وروى جنان القصر مع أزهاره، فتبدلت أجداثها أرواحا، مسح الكرى عن جفنها بأنامل، فمداعبا من رقة ومزاحا، والرعد قهقها والبروق تعانقت شوقا، ودمع سحابة قد باحا، فكست معاني الوصل من عهد الصبا حلل الربيع ملاءة ووشاحا. شكرا، نستودعكم الله. بعد أن عدنا من فقرة هذا كتابي، الآن أدعوكم لمتابعة هذا التقرير الثقافي. هذه المبادرة الثالثة في شارع النجفي من أجل إعادة إعماره، والمطالبة بإعادة إعماره وإعادة الحياة إليه من خلال المكتبات ومن خلال رواد الثقافة والمثقفين وغيرهم من أبناء مدينة الموصل. هذه المبادرة الثالثة كما قلت، ونحاول أن نلفت نظر انتباه الحكومة إلى هذه الفئة. حقيقة الفئة الثقافية في محافظة نينوى بقيت مهملة وغير ملتفت إليها بالمرة. يعني ممكن أن يكون هناك إعمار في جوانب كثيرة، لكنه في الجانب الثقافي ليس هناك أي توجه لإعمار الثقافة في هذه المدينة، علما أن الثقافة هي ركيزة مهمة من ركائز المجتمع. بدون ثقافة ممكن المجتمع أن ينحرف وينجرف إلى أي اتجاه آخر غير سوي. شارع النجفي اللي عرفه هو من الشوارع العريقة بمدينة الموصل القديمة، و صار كم سنة يعاني من الإهمال، وبعد لحد الآن رغم حيوية هذا الشارع يعني قديماً وأهميته الثقافية والحضارية لأهالي الموصل، لكن لحد الآن بعد يعني مراجعة الحياة لهذا الشارع. فإحنا اليوم مشاركتنا هو دعم المبادرة إحياء هذا الشارع حتى ترجع المنطقة ويرجع شارع النجفي. دائماً المناطق الثقافية بكل محافظات العراق لها أهمية وخصوصية خاصة يعني لأهالي المنطقة، فشارع النجفي إلى يعني قدسية لأهالي الموصل، لأن هو منبع الثقافة يعني لمدينة الموصل، فضروري أنه يرجع أحسن من الأول. شارع النجفي هو شارع مهم من شوارع الموصل، وهو مرتكز ثقافي مهم بالنسبة لهاي المدينة، هو نبض هاي المدينة اللي تنبض بالثقافة
وبكل أنواع الفن والعلوم، كل شيء له علاقة بالكتب. الشارع تدمر بالفعل الأحداث الأخيرة، وأكفد عتب على الجهات اللي معنية بهذا الشارع بأنه تعيده مثل ما كان. لكن اليوم شفنا بأنه مبادرة من مجموعة من الشباب، شباب رصد الكتب، وحتى يحاولون يحيون هذا الشارع، وإحنا نأيدهم، وأعتقد كل أهالي الموصل يأيدون هاي المبادرة العظيمة والكل يوقف وياها، لأن يعني بالفعل هي فتشي تستحق الدعم وتستحق الاهتمام بها، وتستحق أنه تلقى الأذان الصاغية حتى يعود هذا الشارع مثل ما كان، وتعود ويجي الموصل مثل ما كان. نحن الآن هنا وفي هذا اليوم، أي ما مر على تحرير المدينة أكثر من 6 سنوات بالنسبة للجانب الأيمن، لا زال هذا الشارع يعاني من الإهمال والخراب، معظم الأبنية مدمرة، لا توجد مكتبات، لا تعد على أصابع اليد، ومعظمها مخصصة لبيع القرطاسية. هذا المهرجان الثقافي البسيط والذي قامت به مجموعة خيرة من الشباب الموصلي لطرح معاناة هذا الشارع وطرح قيمة هذا الموقع الذي لا يضاهى بقيمته المادية والمعنوية والفكرية، لغرض الإعاز أو تنبيه الجهات المختصة لضرورة إعادة إحيائه وتطويره، علما وحسب ما سمعت أنه كانت هنالك فكرة ريادية لعمل مسابقة معمارية لتطوير الشارع بالتنسيق ما بين جامعة الموصل وإحدى الجامعات الألمانية والنمساوية. نأمل أن تأخذ مجالها للتنفيذ وأن تطرح أفكار متميزة لإعادة إحياء هذا الشريان الحيوي المميز والذي تفتخر به مدينة الموصل. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الفلسطيني رائد يوسف القطناني، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ رائد، ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. تشرفت بكم، حياك الله. مرحبا بك أستاذ رائد. نتحدث عن حضرتك، عملت في مجال التصميم الفني والطباعة لسنوات طويلة، ومدرب فنون ومدرب تصميم جرافيك في العديد من الكليات والمعاهد. ويعني سؤالي هنا حقيقة، هل دراسة التخصص وممارسته كمهنة، هل يمكن أن يصنع فنانا تشكيليا مبدعا؟ بالبداية أشكركم على هذه الاستضافة. أتحدث عن موضوع التخصص. التخصص في الأصل هو اسمه التواصل البصري أو الإعلان يسمى. أنا خريج جامعة دمشق سنة 1994، تخصص اتصالات بصرية، وهو فرع ضمن كلية الفنون الجميلة. لما نتحدث بهذا الاتجاه معناها ينبغي أن يكون بشروط الجامعة المتخصص في هذا المجال بالأصل رسام قوي. وجامعة دمشق من الجامعات اللي القبول فيها صارم. هل يخضع الاختبار قبل أن ينتمي إلى هذا التخصص؟ اختبار صارم جدا. أنت تتحدث أنه بدفعتي أنا أحكي دخلنا 5000 واحد، قبلوا 150 واحد فقط. فبتقدر أو من هذه المعلومة بتعرف أنه كم هو الاختيار صارم ومش سهل دخول هاي الكلية. لازم يكون فعلا متمكن بالرسم كرسم، نقدر نسميها أنه ألف باء هذا الاختصاص أن تكون رساما أو تكون لسه ما نتحدث عن تكون فنانا. الفنان مرحلة أخرى. لما تخصصت بالإعلان، مادة أو اختصاص الإعلان، احنا بنتحدث عن إيصال الرسائل بصريا باستخدام تقنيات متعددة، إن كان في مجال الرسم اليدوي أو في استخدام تقنيات الحاسوب فيما بعد ظهرت ديجيتال آرت، ودخلنا حاليا في الذكاء الصناعي أو الاصطناعي. فالموضوع بالأصل هو ينبني على حالة فنية، ولكن هو تخصص بحد ذاته. هلا قواعد الفن تنطبق نفسها على قواعد التصميم، هي نفسها قواعد التصوير الفوتوغرافي،
هي نفس أسس تكوين الكادر والإضاءة والظل والنور، توزيع العناصر داخل العمل الفني، جميعها تصب في نفس البوتقة إذا صح التعبير. يعني حضرتك الآن حقيقة راح تسحبني إلى سؤال آخر. أنا سألتك أنه هذه دراسة هذا التخصص والممارسة، هل ممكن أن تصنع فنانا تشكيليا مبدعا؟ أنت قلت أنه تقدموا لهذا التخصص 5000 طالب، قبلوا منهم 150. نعم. طيب الآن سؤالي عن 150، كم واحد منهم الآن هو فنان تشكيلي بارز له بصمة في المشهد الثقافي؟ يعني أقول عن الحالة فعلا، من هذا السؤال تبادر لذهني قبل فترة. نعم. وعملت مراجعة أنه أستذكر أبناء دفعتي، يعني خلينا نحكي زملاء دفعتي. لا أعتقد أنه تجاوزوا 20 واحد يلي برزوا. نعم. البعض منهم الجانب المهني سحبوا باتجاه مثلا. نعم. باتجاه خليني أحكي، اللي كان مهندس من ضمن اختصاصاتنا الديكور راح باتجاه هندسة الديكور رغم أنه هي فن. البعض راح باتجاه الإعلان، باتجاه كذا، ولكن اللي برزوا ولهم بصمة واضحة الآن لا ما بتجاوزوا 20 من أصل 150. البعض منهم راحوا باتجاه آخر. جميل، هذا يأكد ما ذهبت إليه، أنه دراسة التخصص وممارسة هذه المهنة لا يمكن أن تصنع فنانا مبدعا، لم يكن هو بالأساس في الفطرة فنان يمتلك الموهبة. الفطرة تفيد. نعم. بدي أن أنتقل إلى موضوع آخر. حضرتك يعني اشتغلت في رسم الكاريكاتير، وغالبا ما تبنى رسامو الكاريكاتير يعني مذهب النقد السياسي والاجتماعي لتوجيه الوعي الجمعي نحو رصد انحرافات سياسية واجتماعية بشكل ساخر. سؤالي، ما مدى تأثير هذا المذهب على الواقع السياسي والاجتماعي، وما قدرته على صنع حالة التغيير؟ أحيانا رسمة كاريكاتير بسيطة تغني عن آلاف الخطب الرنانة. يعني أحيانا ممكن أنت تستمع لخطب، وإحنا اعتدنا في عالمنا العربي على الخطب الرنانة، بيطلع الخطيب والناس تصفق له، ولكن ممكن يتحدث في الساعات. كاريكاتير بسيط. نعم. ممكن يرسم صاحبه مدة 5 دقائق يغني عن كل هذا الخطاب. هو يعني أنا أعتقد أو أميل لفكرة أنه هو البوصلة. نعم. هو بوصلة واستشعار بوصلة فنان كاريكاتير دقيق جدا. وهو مؤثر وفعال، ولولا ذلك لما قتل ناجي العلي. نعم. رحمه الله كان مؤلم وموجع لجميع من انتقده. نعم. سواء الاحتلال أو أذناب الاحتلال. الكاريكاتير توصل الرسائل بشكل سريع. نعم. نحن في زمن، وخاصة في زمن السوشيال ميديا، بس زمن السوشيال ميديا الكثير عندهم حالة من الملل أنه يستمع أو. نعم. يقرأ للأسف. هلا يعني يمكن الجيل السابق لا زال عنده هاي اللوثة. نعم. إن صح القول، ولكن ثقافتنا أو ثقافة الجيل، الثقافة بصرية، نمسك موبايل ونقلب بسرعة. نعم. نادر ما تجد أنه شيء يستوقفك. أحيانا يبهرك جودة الرسم، إتقان الرسم مع فكرة عادية، ولكن بالغالب تبهرك الفكرة. يعني أنا بحكي في إلي صديقي الدكتور علاء اللقطة. نعم. وهو من أهم فنانين الكاريكاتير حاليا الفلسطينيين. حاليا وهو مقيم في تركيا حاليا. نعم. هذا الرجل هذيك اليوم كل ما يرسم كاريكاتير، هو دكتور طبيب جراح وترك جراحة التجميل لأجل الكاريكاتير. ولأجل فلسطين، هو كما يقول لي لأجل فلسطين ترك الجراحة. فأحيانا بحكي يا أنت واحد بعت له، أحيانا أنت مجرم، كيف منين نكشته، منين طلته؟ أحيانا بيخطر ببالي مقولة هذيك اليوم بعت له، يا رب تحفظ عبدك الدكتور. يا الله. يعني هذا الرجل من كثر ما هو رسمه مؤثر وفاعل وموجع، بحكي بدعي له فعلا بقلب صادق أنه يا رب تحميه، لأنه هذا رجل حتى الكيان المحتل. نعم. توجع منه.
مش في مناسبة، في مناسبات كثيرة. في فنان كاريكاتير محمد سبعنا الله يحميه، كمان أعتقد هو بالسويد أو بشيء من هاي البلدان. الثاني اعتقل مرات لما كان في نابلس، كان مقيم في فلسطين، اعتقل عدة مرات بسبب أنه هو شو لا حمل سلاح، حمل ريشة فقط. نعم. وسلاحه كان موجع. فلغة عصرنا إحدى أهم أدواتها هي الكاريكاتير. نعم جميل. هذا أيضا يقودني إلى سؤال كما سألتك في بداية حوارنا، أنه هل دراسة هذا التخصص ممكن أن يصنع فنانا تشكيليا؟ هل كل من سار في هذا الخط في مذهب رسم الكاريكاتير كان مؤثرا في المجتمع، أو شكل خطرا على عدو الأمة مثل ما ناجد علي رحمة الله عليه الذي يقتل في لندن عام 88؟ طبعا واضح أنه أصابع الكيان الصهيوني وراء الموضوع، أدوات الكيان الصهيوني معروفة وصلت إليه، كما حضرتك تحدثت عن الطبيب الجراح. هل كل من رسم كاريكاتير استطاع أن يؤثر في المجتمع ويقلق الأعداء؟ إحنا بعصرنا صار الموضوع يعني أحيانا بعض الرسامين، رسامي الكاريكاتير أو فناني الكاريكاتير وصل لمرحلة ممكن نسميها نجومية. نعم نجومية، يمكن ساهمت ظروف معينة بانتشار عمله. نعم. لكن المضمون تبعه مش الكل مضمونه مؤثر. أحيانا البعض منه مضمون اجتماعي، البعض مضمونه شوي يتجه وعذرا باتجاه الجانب البذيء. نعم نعم. البعض كثير رسامين كاريكاتير بيركزوا على هذا الجانب. ولكن مش الكل لهم البصمة. أنا برأيي أنا شخصيا أنا بحكي عن نفسي، رغم أني عملت في هذا المجال فترة معقولة خليني أتحدث، لكني هل استطعت أني أكون مؤثر في هذا الجانب؟ لا، أنا برأيي أنه أنا كنت مؤثر أكثر في اللوحة، في اللوحة الفنية. هذا لغة الكاريكاتير تحتاج مواصفات، أهمها ثقافة موسوعية، مواكبة يومية، وخفة دم عالية. جميل. أمتلك، قد أمتلك الثنتين لكن خفة الدم أشك. أنا ناقل النكتة لكن مش مخترع لها. حضرتك أيضا رسام لدى العديد من المجلات والصحف بمجال رسوم الأطفال، يعني رسوم الأطفال التي حضرتك تتناولها يعني هي ذات طابع تربوي وتعبوي وعم ترفيهي، وما مشروع كليلة ودمنة؟ يعني بالنسبة لرسوم الأطفال بالغالب أغلب اللي عملت معهم ركزوا على الجانب الفلسطيني. نعم. يعني أذكر منهم مثلا على سبيل المثال عدة أشخاص، ولكن مثلا كاتب الكبيرة الأستاذ روضة الهدهد، الأستاذ فداء الزمر، يعني هم برأيي أفضل تجربتين عملت معهم. نعم. ركزوا، اختاروني أنا بالذات. ليش؟ لأنه أنا الهم الفلسطيني أساسي عندي في عملي. نعم. وهم يحتاجوا هذا الشخص، يمكن هذا يعني في تقاطع بيني وبينهم، ولكن وهو ركزوا على الجانب التربوي للطفل الفلسطيني وغيره، لكن ركزوا على الهم الفلسطيني. خلينا نتحدث هذا الجانب. هل ننتقل لفكرة كليلة ودمنة؟ احنا اعتدنا كرسامين أطفال يأتينا النص. نعم. أو القصيدة وأرسم وفقا لرؤية الكاتب. فكرة كليلة ودمنة خرجت معي بفترة الكورونا. نعم. أبتكر قصص، أبتكر أشكال، أبتكر سيناريوهات بصرية أغلبها بلغة الحيوانات. نعم. ذات مضمون إما اجتماعي أو سياسي أو لربما أخلاقي بطريقة أو بأخرى. هلأ المحتفى فيه في هذا العمل، في كتاب أو مجموعة كليلة ودمنة اللي رسمتها اللي لم يتبناها أحد إلى الآن، أولا في ميزة هي الجهد العالي جدا في الرسم. يعني ورقة A4 بتأخذ معي وقت رسم 3 أيام 4 أيام وأحيانا 5 أيام من كثر التفاصيل اللي فيها. يعني مجهود عالي في الرسم، مجهود عالي في الفكرة، ولكن لا يوجد نص لأن المحتفى فيه هو المشهد البصري. فكرة العمل تنبني على مثل عكس الحالة، احنا معتادين انه المحتفى فيه هو النص. نعم. هذه المرة المحتفى فيه هو العمل الفني والمشهد. وأبحث أو خلينا نحكي في عدة تواصلات مع عدة كتاب انه ان يكتب النص وفقا للرؤية البصرية. انت شو ترى، شو بتشايف كشاعر او ككاتب؟ نعم. او اديب
شو بتشوف؟ اكتب وفقا لهذا بنص قصير جدا وفقا لما رأيت. نعم. هذا التوجه بفكرة كليلة ودمنة اللي بالأصل هي معروفة لابن المقفع، معروف نعم. أو يقال ترجمها، ولكن أنا باعتقادي إنها إله. فهو أوصل رسائل نعم سياسية بلغة الحيوانات، مو حدا بدون ما يسبب اللوم أو العبء على نفسه. نعم. أنا كمان بنفس الاتجاه. جميل. غالبا ما عكست لوحاتك تشابك المرأة الفلسطينية مع شجرة الزيتون، ما رمزية ذلك؟ خلينا نقول المرأة الفلسطينية ولادة، والزيتونة ولادة. المرأة هي التي تحمل ابنها مرتين في بطنها وهو شهيد، تحمله على الأكتاف. هذه قد تكون الحالات النادرة في أمم الدنيا أن المرأة الفلسطينية تحمل ابنها وهو في نعشه، وهذا المشهد مش مرة، أغلب الشهداء أمه بتحمله بفلسطين. الزيتونة حملت فلسطين. نعم. خليني بس أوضح نقطة، شو رمزية الزيتونة إلنا كفنانين فلسطينيين، وهذه يعني ليس سرا ولكن العامة لا يعرفه، ليس سرا عند الفنانين. لما بنقول البرتقال شو رمزيته والزيتون شو رمزيته، البرتقال رمز لنكبة 48، لأنه أغلب الساحل الفلسطيني تم اغتصابه واحتلاله بال 48، معروف برتقال يافا وحيفا. نعم. تماما. الزيتون هو في القدس وما حوله، وأقدم زيتونة في العالم في قرية الولجة قرب القدس، عمرها 5500 سنة. لما تحكي الزيتونة بترمز لل 67. الزيتونة تشبث جذورها في الأرض كما المرأة الفلسطينية التي تنجب. نعم. وتثمر وتحمل. حتى المشاهد العربي خاصة الشباب الجيل الجديد يعرف ما الفرق بين 48 و 67، أنه 48 هي الاحتلال الأول لجزء من فلسطين شمال فلسطين وسمي دولة الكيان الصهيوني، و 67 عام 67 عندما احتلت فلسطين كلها من قبل الكيان الصهيوني وسميت بال 48 النكبة، وبال 67 سميت النكسة. نعم. حتى المشاهد اللي يعني الجيل الجديد الذي لا يعني ظروفه لا تسمح له بالاطلاع حتى يعرف تاريخ. نعم. تاريخ هذين العامين. نعم. بعد أيام 15/5 ذكرى نكبة فلسطين. نعم. اللي يسموه نعم 15 أيام عيد الاستقلال. نعم. بيسموه الصهاينة، احنا بنسميه ذكرى النكبة. نعم. و يعني حتى أعتقد نسيت شو اسمها بالاتحاد الأوروبي ذكرت أنه 75 سنة هي ذكرى 75 سنة عمرت الأرض والصحارى بوجود هذا الكيان، هذه الدولة المزهرة يلي خضرت الأرض وأثمرت في الصحارى وأقامت أعظم ديمقراطية. تستغرب هذه المكاييل، احنا خرجنا عن موضوعنا، ولكن النكبة لابد نسية أن الدماء، نسية الدماء والمجازر، وأنه هذا كيان غاصب يعني برأيها طبعاً هذا النفاق، دولة ديمقراطية، هذا النفاق الدولي. نعم. معذرة سنكون بعد الفاصل، معذرة سادة رعد، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الفلسطيني رائد يوسف القطنان. يعود لك سيد رائد، كنا نتحدث عن حضرتك ذكرت هذه المسؤولة الأوروبية، وطبعا هي لا تختلف عن كل الحكومات الرسمية الغربية التي تتبنى موقف الكيان الصهيوني وتحاول أن تلمع وجه هذا الكيان البغيض، يتناسون المواكب الشهداء، المجازر التي ارتكبت، كيف تأسست هذا الكيان، وتأسس على دماء أهل الأرض الفلسطينيين، ارتكبت مجازر في حق الأطفال والنساء والشيوخ، واغتصبت الأرض، وما يزال من خلال متابعتنا أنه هذا الكيان لم يأخذ شكل الدولة الحقيقية، ما زال هو عبارة عن ثكنة عسكرية. تحدثنا عن الزيتون وحضرتك ما تعني يعني رمزية شجرة الزيتون عند الفلسطينيين وأيضا شجرة البرتقال، لذلك أنا حقيقة لاحظت أكثر من لوحة لحضرتك تجمع بين الزيتون والبرتقال. الآن أنت وضحت لي هذا دون أن أسأل، أنه
الشريط الساحلي الفلسطيني يافا وحيفا أنه هي معروفة مشهورة بالبرتقال وهي رمزية لهذه المدن، والزيتون للقدس والمدن الأخرى. جميل، تحدثنا يعني عن التشابك، دائما لوحاتك تظهر فيها تشابك المرأة والتحام المرأة الفلسطينية مع شجرة الزيتون. هناك لوحة لحضرتك أيضا لفلسطينية مسنة وهي تحمل القدس والمسجد الأقصى بطبق مصنوع من الخوص أو القش في حضنها في إحدى هذه اللوحات، جسدت هذا المشهد. دنيا تحدث عن رمزية هذا المشهد، أنه امرأة مسنة تحمل في طبق القدس والمسجد الأقصى. خليني أتحدث بالبداية عن هذه اللقطة بالذات. نعم. هي مأخوذة عن لقطة لصديقتي الأستاذة المصورة الفلسطينية ابتسام سليمان، بوجه لها التحية. هي صورت امرأة. نعم. من أقاربها تحمل طبق القش والخوص. نعم. ما حضرتك تفضلت تحمله وتحمل فيه العنب. نعم. طبعا ضمن أنا من لحظة ما شفت هاي اللقطة فورا تواصلت معها تأذني لأرسمها، أنا ما برسم من لقطة إلا أستأذن صاحبها. نعم. ففورا أعطتني الإذن. المرأة المرسومة في هذه اللوحة من أهل عصفور رحمها الله، توفيت قبل أيام قليلة يعني، رحمة الله عليها. أسميت اللوحة أمنا فلسطين. نعم. هي الأم التي تحمل، ليست فقط هي تحمل مجرد طبق قش عادي وفي عنب، لو رسمت طبق قش عادي لكنت ناسخ للصورة، ولكن عندما حملتها مدينة القدس أعطت رمزية مختلفة، أعطت شكل آخر حتى شكلها وهي تنظر إلى جانب، هي لا تنظر إلى الطبق، لا بالنسبة إلى الطبق هو محروس خلاص محفوظ، وهي تنظر إلى اتجاه آخر، لا أعرف ما هو الاتجاه، ولكن هي هذا ما رأيته أنا في الصورة لحظة ما شفت الصورة، حولتها باتجاه آخر. نعم. لا أحب أن أنسخ الصورة كما هي، أحب أن أعطيها من نفسي. نعم. وحتى يعني بدأت أحول حتى بطريقتي تعاطية مع الصور، بحيث أنه يكون فيها فكر أكثر ما يكون هي عبارة عن نسخ لمشهد. هذا بخصوص هذه اللوحة. طبعا أنا والحمد لله وأعوذ بالله من الكلمة، أكثر لوحة اللي انتشرت عبر العالم، أنا بإذن الله صادق أنه فعلا حقيقة عبر خلال كل العالم، هي هذه اللوحة. جميل حضرتك، هي أشهر مني. جميل حقيقة، لوحة جميلة ومثيرة، وطبعا كما قلت أنت أعطيتها معاني أعمق الآن. كما تحدثنا عن تشابك أو التحام المرأة الفلسطينية مع شجرة الزيتون، الآن هناك لوحة لحضرتك أنه فرس حوافرها الخلفية تشتبك مع جذور شجرة الزيتون. معروف طبعا رمزية الخيل عند العرب، القوة والنصر والفخر. ف يعني فرس يعني بهيئة الانطلاق، يعني أقدامها الأمامية حوافرها الأمامية مرتفعة باتجاه الانطلاق والجري، وحوافرها الخلفية مشتبكة مع جذور شجرة زيتون، وعلى صدرها وشاح أبيض مرسوم عليه مدينة القدس. يعني أنا هكذا ترى لي من خلال تركيزي أو متابعتي لهذه اللوحة، أو الرؤية الأولى لهذه اللوحة، أنها بشارة النصر، الخيل كما قلت ارتبطت مع النصر والفخر والقوة. ماذا رمزت أنت؟ حاولت بهذا العمل أني أجمع ما بين رمزين عظيمين في الفن الفلسطيني. نعم. وهي الزيتونة وتجذرها، وبنفس الوقت الحصان. الحصان هو رمز للشموخ، للأصالة، للحرية، للثورة. نعم. حتى يعني ولو إن خرجت قليلا عن الموضوع، بإحدى لوحاتي رسمت ما يسمى بالقنطور. القنطور هو كائن أسطوري موجود في الحضارات القديمة. نعم. وهو نصفه الأسفل جسد حصان ورأسه وصدره للرجل. رمزية الحصان طبعا بالقنطور. نعم. أو الكائن اللي اسمه القنطور، فيهم مواصفات هذا الكائن بالأساطير. نعم. صفات لربما رديئة، الصفات أنهم سكيرين. نعم. سكير هذا الكائن القنطور،
هو ممكن يكون أزعر حتى بالجوانب التعاطي مع الجنس الآخر. نعم. هم زعران بمعنى الكلمة زعران. طب تحكي لي هذا شو علاقته بفلسطين؟ في شيخ فلسطيني بيحكي شبابنا ملاح. نعم. بيحكي له بيحكوا له للشيخ أولادنا بيدخنوا حكى معلش والمناح بيعملوا كذا لا مناح. أيه. رغم انه حتى الازعر فيهم هو يحمل بدمه. نعم. جينات الثورة. الانتماء. نعم. جينات الانتماء. يمكن انا حاولت اقرب الصوره لاستخدام وتوظيف الحصان. نعم. حتى وان كان ازعر فهو اصيل. نعم. لانه هو اصيل لانه هو ابن اصل. ارتباطه في الجذور هذا لا يعني فيها جانبين. نعم. جانب انه الحصان لا يمكن انه يربط. وجانب انه الزيتون لا يمكن ينطلق. نعم. انا اسعى ان ازاوج بين المعنيين. انه رغم انه انا متجذر وما راح اطلع من ارضي وما راح اقلع من ارضي. نعم. ولكن بنفس الوقت انا راح انطلق. يعني بحاول اوصل هاي الصورة بشكل ما. رمزية مدينة القدس هي اهم رمزية فلسطينية. نعم. بصراحة. فاحيانا ولو بالتلميح بحب تكون موجودة. جميل جميل جميل. لوحة أخرى لحقيقة شدتني كثيرا لإمرأة فلسطينية بثوبها التراثي تحمل غصن زيتون بيد والأخرى اليد الأخرى تحمل بندقية. أنت بالصورة باللوحة جعلت البندقية أعلى من غصن زيتون، وكأني أنا أستقرأ من خلال اللوحة أنك تقول بتصريح مباشر أن العدو لا ينفع معه أي خطاب سلمي إلا خطاب البندقية. هذا ما فهمته من اللوحة. يعني إلى ماذا تسمح لي أقرأ نص من قصيدة؟ أتفضل. برح أجيبك. نعم. يقول الشاعر: فما يجدي التوجع والتشكي أيطفئ لاعج الثكل النواح، ونغضب ثم نهدأ دون جدوى، ويتبع ثورة الغضب ارتياح، ألا لا خير في غضب تلظى إذا لم يصحب الغضب السلاح. الشاعر الأستاذ محمد نصيف. أبهرتني القصيدة. جميل أنك فاجئني بهذه الأبيات. هذه من قصيدة العراق المستباح التي مطلعها أقول: تمادت في قساوتها الجراح، فضاق بها العراق المستباح. جميل. وأنا أشكرك يعني أستاذ رعد على ما أخذ هذه اللقطة. نعم. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. نعم. مهما ولا يحمي الزيتون إلا السلاح. السلاح. نعم. لأنه عدوك حامل سلاح. عدوك أخذ منك هذه الأرض وهذا التاريخ وهذا التراث وهذا الجمال بالقوة، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا يعني بالقوة. أنا بحب ألمح عن هذا العمل بالذات. فهذه اللوحة حقيقة هذا العمل أنا أخذني. نعم. إلى هذا الـ هذا الـ بهذا العمل الرؤية. بالذات هو أخذ وضعية تماما. نعم. تمثال الحرية. تمثال الحرية، يد مرفوعة. نعم. واليد الأخرى تحمل كتاب وماسك طرف الثوب. نعم. أنا أعطيت الإمرأة أو الفتاة المرسومة، الفتاة هي بنت أخوي بالمناسبة، ما شاء الله. لما أعطيتها الوضعية توقفت تماما، فتحت الصورة، صورة تمثال الحرية، وأنا وزوجها كنا نصور. نعم. لا حركي ايدك اعلى شوي انزلي، لا اعطت تماما نفس حركه تمثال الحريه، استبدلت المشعل. نعم. بالبندقيه. نعم. واستبدلت الكتاب اللي فيه تمثال الحريه، استبدلته بالزيتونه وقلبتها لتعطي شكل خارطه فلسطين. تمثال الحريه اليد المرفوعه هي اليد اليمنى. نعم. انا لما قلبتها اصبحت اليد المرفوعه هي اليد اليسرى لحتى تعطي شكل الخريطة المثلث. نعم. وهي كما تفضلت حضرتك في قصيدتك وفي قولك: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. يعني أحيانا الحقيقة أنا دائما أذكر النص القرآني، دائما يستخدم من بعض للأسف بعض المغرضين، يقول لك: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. النص واضح أنه على المقابل أن يجنح للصلح، لكن متى يجنح؟ عندما تكون أنت قويا، عندما تكون منتصرا ويكون هو مهزوما. صحيح. أما أنه أنا مهزوم وضعيف وهو قوي، ماذا يصنع بيدي أنه أمد إيدي للسلام والصلح؟ هو لا يعترف بهذا الصلح. صحيح. يريدك أن عبد خاضع. لذلك إحنا العدو يحمل سلاح واغتصب الأرض بالقوة، و
أصحاب هذه الأرض كما هو في البلاد العربية كلها دفعت دماء. حضرتك قبل قليل تحدثت عن هذا الختيار الذي يدافع عن الشباب حتى اللي عندهم انحرافات اجتماعية، يقول لك مناح بالمعرب شبابنا مناح، شبابنا مناح. هذه الحالة أخذتني إلى مشهد رائع في بداية الاحتلال الأمريكي في بعض معارك الفلوجة. شباب بعيدين عن التدين وعن الـ عن الـ عن التوجه السياسي، عندما جد الجد وصار الاحتلال حملوا السلاح وقاتلوا الاحتلال الأمريكي. وهذه طبعا رواية تعرفوها كل صحيح أبناء الفلوجة والأنبار وكثير من مدن العراق التي حملت السلاح وقاتلت الاحتلال الأمريكي. شباب يعني كانوا كما تقول همل يعني أو زعران، أو زعران كما تقولون. لما جد الجد كانوا هم الرجال أمام مفصل تاريخي، أمام الانتماء وعدم الانتماء أو عمق الانتماء، حمل السلاح وقاتلوا بعضهم يعني قتلوا، ونسأل الله أن يحسبهم شهداء. يعني أستذكر في أحد رسوماتي في الكاريكاتير في شاب فلسطيني انتشر فيديو انتشار النار في الهشيم. نعم. جندي بده يعتقل شاب، الشاب مستند على الحيط وبدخن سيجارة والجندي بيحكي معه، هو ينفخ الدخان بوجه الجندي. نعم. رسمت أنا هذا الشاب وكتبت معه شبابنا مناح. جميل. يعني حتى في شاب قام بعملية طعن. نعم. وتم الإمساك فيه مع صديقه بعد حوالي 5 أيام، جنن الاحتلال وهم يدوروا عليهم. نعم. فهو لحظة الاعتقال ومكبل اليدين إلى الخلف، طلب سيجارة، بده سيجارة، فلقطة مشهورة أنه هو يدين مكبل إلى الخلف وقعد بدخن سيجارة. شبابنا ملاح حتى لو بأسعى بده يدخن. أنا شفنا هذه الحالة عندنا في 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 المدن التي قاتلت احتلال أمريكي بشراسة. شباب كما قلت كما تقولون زعران، حملوا السلاح وقاتلوا، بعضهم قتل رحمة الله عليهم. لوحة أخرى لحضرتك، وهي لرجل مسن يرتدي الكوفية أو الشماغ ويمسك بغيمة بحبل فوق المسجد الأقصى، كانوا يريدها أن تظلل المسجد الأقصى وأن يعتصرها لتسكب الغيث عليه، هكذا يبدو لي. ابتدأت قصة هذه اللوحة بجلسة في ديوان الشاعرة الأستاذة مريم الصيفي. نعم. حضرتك شاعر وأعتقد أنك كنت فترة من رواد صاروا عدة مرات. نعم. كان موجود الأستاذ سعد الدين شاهين وهو من أدار الجلسة. الأستاذ كان سابقا رئيس رابط الكتاب الأردنيين. فأنا ضيف، لا يعني ما أنا بقارئ ولا كاتب، مش اختصاصي، أتلذذ في الشعر ولكني ما بكتب. فتعرف أنت نظام الديوان أنه كل شخص يقرأ ثم الذي يليه. بالضبط. فيومها ببداية الجلسة واللي بيقول لي وحضرتك أخرأ شو بدك تعمل؟ قلت له أنا مستمع. فحكى لي ما بجوز، بدك تشتغل، هاتوا له أوراق. نعم. أنت رسام بدك هاتوا له أوراق، هاتوا لي الأوراق. فبلحظتها تبادر لذهني فكرة أني أرسم على نحو ما أسمع هيك بلحظتها. نعم. وكان المصادف أن القصيدة هو اللي قرأها الأستاذ سعد، أستاذ سعد الدين شاهين قرأ قصيدة يتحدث عن والدي الذي دفن على أطراف القدس. فهو يعني بلحظتها إذا تأذن لي تفضل. بيحكي أسماها يا راعي الغيمات. نعم. فبيقول يا راعي الغيمات في فلواتها، لا توصي غيماتي لتمطر دون موعدها، فلي وطني وأنوائي وأرض شكلتني كي أعود إلى بقاياي التي أودعتها سر الجريح، لي كل ما يفضي ويوجبني لأسجد مطمئنا تحت غيمتها. أنا مش قارئ شعر، ما مش عارف، لكن جميل جميل، قراءتي جميلة. لي كل ما يفضي ويوجبني لأسجد مطمئنا تحت غيمتها، لتمطر كيف شاءت فوق رأسي كلما هاجت بي الذكرى وآلمني الفراق كما عذابات المسيح. بدأها فقط بأول كلمتين. نعم. يا راعي الغيمات في فلواتها. صفنت بلحظتها، كيف الرجل، كيف إنسان يرعى الغيم؟ نعم. كيف بدي أعطي شعور أنه شخص يرعى الغيم؟ ما تبادر بذهني غير أنه شخص يمسك في الحبل ويربط الغيمة لتظل القدس. نعم. قد تظل القدس لسببين، تريدها أن تحافظ تحميها. نعم. في الظلة. أو لتمطر لتستبقي الخير. وكلها خير. نعم. وكلها كلها خير.
هو يتحدث عن مشاعره كابن كابن دفن أبوه في تلك البقعة. أنا رأيتها بالمشهد بشكل آخر، هو رجل يحمل كل المدينة على خلينا نحكي على سفحه، نعم، إن سميته جبل، ويربط الغيمة في الحبل. بس أنت ذكرت نقطة كمان مهمة، يلبس الشماغ. نعم، الكثير من الناس يظن أنه الشماغ فلسطيني، وحضرتك أكيد أعلم مني أنه هو عراقي، هو نسبة للكوفية، هو كوفي، نعم. ولكن نعم، كثير ناس ما بيعرفوا شو أصله، نعم، وليش انتشر في فلسطين، وليش رمزيته للفداء الفلسطيني. نعم، رمزيته للفداء، نعم، بأيام 36، نعم، الانتداب البريطاني، قبل يعني بثورة، أعتقد بالثلاثينات، أيام ثورة عز الدين القسام، نعم، كان الفدائيين والمقاتلين الفلسطينيين يلبسوها للتمويه، يعني فميزتهم، نعم، فأمروا أنه الانتداب أنه يقتل كل من يلبس هذه الكوفية. الشعب الفلسطيني شعب تنح، نعم، عنيد، شعب تنح، لا، احنا نتلذذ بالتناحى الفلسطيني، نعم، نستمتع فيه، نعم، حقيقة نستمتع، نعم، والجكر، نعم، الفلسطيني مشهور. فباليوم الثاني أصدر بيان الثورة الفلسطينية أن، نعم، كل الشعب الفلسطيني يلبس الكوفية. الكوفية، نعم، الشعب الفلسطيني كان إما يلبس الطربوش، نعم، يلي كمان أصله مغربي، مش، نعم، أصله، نعم، الناس تظن، نعم، تركي، لا، هو أصله، نعم، مغربي، نعم، يلبس طربوش أو يلبس البرنيطة أهل المدن الإنجليزية، نعم، أو يلبس الحطة السادة من حكيها الغطرة، نعم، الغطرة، نعم، هي الفلسطينية، الغطرة، نعم، ما عندنا المبرقعة أو الشكل الكوفية، هي عراقية أتتنا لتحمي الثورة. نعم، هذا تراث الأمة، تراث مشترك، نعم. شكرا لك الفنان التشكيلي الفلسطيني رائد يوسف القطناني على هذا الحوار الممتع والموجع، لأنه ينكئ الجراح. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا، أسعدني أن أكون بينكم. شكرا لك، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم.